أعزائي المتابعين، النهاردة جاي أكلمكم عن حاجة مهمة جدا، وهي عبادة بينساها كتير مننا، اسمها عبادة جبر الخواطر. هنتكلم عن طيبة القلب وجبر الخواطر. سيدنا النبي بيقول في حديث فيما معناه: يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير من شدة رقتها وطيبة قلوبهم. الناس دي بتتأثر من أقل شيء وتضحك وترضى بأي شيء وتسامح بسرعة. الناس دي طيبة قوي وجميلة من جوه. بس الطيبة دي رزق زي الفلوس، وأحسن كمان من الفلوس. طيب خلينا أقول لكم على حاجة بسرعة كده: خلي قلبك أبيض واجبر خاطر الناس، هتلاقي ربنا بيجبر خاطرك وتلاقيه بيبهرك بعطائه. العطاء ده ممكن يكون طفل تتمناه، فلوس، زوجة، حبيبة. طب انت عارف يعني ايه لما تقول جبر الخواطر على الله؟ تعالوا اقول لكم ببساطة: احنا بندعي ربنا يجبر مخاطرنا، وبنكون زعلانين قوي لو الجبر ده اتأخر شويتين، وفي نفس الوقت احنا مش بنجبر بخاطر بعض. دي حاجة المفروض ان احنا ما نعملهاش، مع ان جبر الخواطر ممكن يكون بالكلمة ومش بيكلف فلوس، حاجه بسيطه ومش بتكلفنا فلوس، ليه ما بنعملهاش؟ طب اقول لك على دليل بقى من السنه على جبر الخواطر. اسمع يا سيدي: دخلت امراه من الانصار على امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها يوم حادث الافك. الست دي قعدت تعيط كتير، بكت معها دون ان تنطق بكلمه وانصرفت. فتخيل امنا عائشه تقول ايه: والله لا انساها لها ابدا. خلي بالك، القلب اللي ما تعرفش تكبره ما تكسروش. اوعى اكسر قلب انت مش عارف تكبره، اللي مش عارف تطبطب عليه سيبه في حاله. في نوع من البشر ممكن يوجعك ويدمرك بحجة انه صريح او ان دي الحقيقة. الناس دي لازم تبعد عنها بسرعة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: حرم على النار كل هين لين سهل على الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخر حاجة عايز اقولها لك دعوة من القلب، والله بدعي لك من كل قلب: ربنا يجعلنا وإياكم من الناس اللي بتجبر الخواطر، لأنه من صار بين الناس جابرا للخواطر أدركته رحمة الله في جوف المخاطر. أتمنى أكون وصلت المعلومة.